الدكتور الوحيد عبد العالي، الكاتب الجهوي للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام وعضو بالمكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بالمغرب. الملف ديال الدكتور قاسيدي كنعتبره احنا داخل النقابة المستقلة انه جاء في على ضوء او جاء في سياق تصفية حسابات ما بين السيد المندوب وما بين الدكتور قاسيدي، بحكم انه الكاتب الاقليمي، انه الدكتور قاسيدي هو الكاتب الاقليمي ديال النقابة المستقلة بإقليم تيزنيت، ولأنه كانت واحد المجموعة ديال الملفات اللي كان الدكتور قاسيدي كيحاول يتناولها وكيحاول أنه يتناقش فيها مع الإدارة ومع الديريغي، خصوصا الأمر اللي ولا كيعرفوا كل شيء هو ديال التعيين ديال واحد الطبيبة بالمستشفى بالمركز ديال الصحة الإنجابية. هذا المركز هذا اللي ما كيخضعش للحراسة وما كيخضعش للإلزامية، يعني بمعنى آخر أنه الخدمة كتكون فيه مرخوفة شوية، في حين أننا كاين جوج طبيبات اللي كاينين بالمصلحة ديال الأشعة اللي عليهم ضغط وعليهم غير للتذكير، وبين قوسين المصلحة ديال الأشعة فيها ثلاثة ديال الأطباء، فيها طبيب عنده ملف طبي ما كيقومش بالحراسة والإلزامية كيخدم غير النورمال، وكاينين جوج طبيبات هما اللي كيقوموا بالحراسة والإلزامية زائد الخدمة ديالهم العادية. إذا هذوك جوج طبيبات كيتشكاو دائما، كانوا كيطلبوا باش المندوبية تدخل باش يتم تعيين طبيب آخر أو طبيبة أخرى باش تعاونهم في الخدمة ديالهم، خصوصا وأنه الخدمات اللي كيقدموها للساكنة كاملة ديال الإقليم. وإذا من هنا بدأ المشكل مع الدكتور قاسيدي. نرجعوا دابا للملف ديال مصلحة الولادة. الدكتور قاسيدي هو الطبيب الوحيد، أقول الطبيب الوحيد الذي يقوم بالحراسة والإلزامية، بمعنى المصلحة ديال الولادة فيها جوج أطباء، طبيب كان قدم من الدكتور قاسيدي لا يقوم بالحراسة والإلزامية نظرا لأن لديه ملف طبي ثقيل كيمنعه باش يدير الحراسة، يعني باش يخدم بالليل. إذن كيبقى الدكتور قاسيدي منذ 18 شهر، ما يناهز 18 شهر، وهو يقوم بالحراسة والإلزامية لوحده، بمعنى أنه هو الطبيب الوحيد الذي يقدم الخدمات للنساء ديال إقليم تيزنيت والنواحي ديال إقليم تيزنيت، خصوصا من وراء الأوقات العادية. هنا كنبينوا الكم ديال الخدمة اللي على الدكتور قاسيدي، وأنه بدا كيتصاب بإرهاق، وكان خبر الإدارة ووضع لهم ملف تقرير طبي على انه اصبح كيتناول واحد المجموعه ديال الادويه اللي ما كتسمحش ليه انه يبدا يخدم ياسيري او اللي يامن الاشتغال في الحراسه. ورغم ذلك الدكتور قاسيدي بقى كيقول خبر الاداره في شخص الحارس العام، لانه هو الانترلوكيتور او هو الممثل ديال الاداره على داخل المستشفى، انه باش يخبر المدير والمندوب على اساس انه راه غادي يولي كياسيري حتى لعشرة الليل. علاش العشرة الليل؟ لأنه كيتناول هذاك الأنواع ديال الأدوية بالليل، واللي كينعسوه وما كيخليهوش يبقى يركز مزيان، وما كيخليه وكيولي في ما يقدر ناعس. إذا الخبر هو هذه المسألة باش يخلي مسؤوليته أولا كطبيب، وباش لأنه ما يمكنش واحد يكون كيتناول هذا النوع، وهذه المسألة معروفة عند الأطباء كاملين، هذاك النوع اللي كيتناوله الدكتور قاسيدي ما يقدرش ياخذ حتى قرارات، لأنه كيكون بحالاش النوع شوية ذاك الدواء كي فهمتي كي كي ما كيخليش يركز مزيان، كيفقد التركيز ديالو مزيان. هذا الشيء داروا حفاظا أولا باش يخلي المسؤولية ديالو هو الجنائية والمسؤولية الطبية، ثانيا باش ما يعرضش الحياة ديال ذوك المرضى اللي غادي يجيو بالليل للخطر. هادشي هذا دول من الملف كيفاش كان. نهار 8 في شهر غشت 2019 انه الدكتور قاسيدي كان خدم في هذيك السيمانه ياك، ونهار 8 اظن واش الاربعاء او الخميس كان جاء للمصلحه، وكان امر بالاستشفاء ديال واحد اربعه ديال الحالات او خمسه ديال الحالات، هو الدكتور قاسيدي هو اللي عطاهم لوتوريزاسيون باش وقام بلا فيزيت، يعني مع الماج مع لي ساج فام اللي خدامين مع نفس المصلحه، ودخل واحد المريضه الى قاعه العمليات لاجراء عمليه قيصريه. خلال العمليه القيصريه، لانه كما قلنا
كان كيتناول دوك الادويه بداو كياثروا عليه، اصيب بارهاق حاد وما بقاش قادر يركز. يعني هذيك لوبيراسيون الاولى كملها غير كما كنقولوا بمشقه الانفس. خرج ديك الساعه عيط على الماجوره لان هي اللي كتمثل اداره داخل السيرفيس، وقال لها غادي تعلمي المدير انني راه اصبت بانهاك حاد وبالك راه ما غنقدرش نكمل هاد لاكارد هنايا. ومشى جاب لهم شهاده طبيه عبر طريق عبر مفوض قضائي، وحط لهم وعندهم هما ديجا لوردونونس وعندهم التقرير ديال الطبيب اللي كيقول فيه انه هاد المعني بالامر يتناول هاد النوع من الادويه. هنايا الإدارة للأسف الشديد ما تفاعلاتش بإيجابية مع المشكل ديال الدكتور قاسدي، بالعكس أنه حرات ملفات تقارير على أساس أنه الدكتور قاسدي خلى واحد المجموعة ديال النساء اللي في حالة خطر وأنه وترك المصلحة، وهذا يعني تقرير غير دقيق ومجانب للصواب. لأنه احنا في اللجنة في البحث التمهيدي طلبنا إحالة هذوك الملفات على لجنة مختصة باش نشوفوا واش فعلا ارجونت ولا ماشي ارجونس، فهمتي؟ ولدينا الأدلة على أنه هذيك الحالات ما كانوش مستعجلة، وأن الدكتور قاسدي دخل ولي دخل ذوك الحالات بنية أنه هو اللي كان غادي يديرهم، لولا أنه أصيب بالإنهاك وأصيب بديك النوبة اللي جاتو جراء التعاطي ديالو لهذوك الأدوية.